سيكون الحديث عن الآن عن التربية بدون عنف. يعني إيه التربية بدون عنف؟ يعني في أشياء كده لابد أن نراعيها في تربيتنا لأولادنا. يمكن أنا تحدثت قبل ذلك قلت بأنه ليس الهدف من التربية أن الإنسان يوكل أولاده ويشربهم ويأتي لهم بأحسن الملابس وإلى آخر هذه الأمور. هذه الأمور بتسمى يونس اللي بيقول لك الصوت مش هذه الأمور بتسمى بالرعاية وليست بالتربية. وحتى الحيوانات تقوم برعاية أبنائها، لكن التربية لها شأن آخر. التربية أن الإنسان بيهتم بجوانب معينة في تربيته لأولاده، منها الجانب العقلي والجانب الإيماني أو الروحاني والجانب النفسي والجانب البدني والجانب الجنسي والجانب السلوكي والأخلاقي. كل هذه الأمور يعني بيحاول بقدر الإمكان أنه يركز عليها ويكون عنده أهداف في محددة في تربيته لأولاده. لأن الهدف لو لم يكن محددا ولو لم يكن معلوما كيف أنك أنت ستحققه؟ يعني أنت يعني مثلا إذا أنت تريد أن تصل إلى هدف ما وهذا الهدف غير واضح في ذهنك فلن تستطيع الوصول إليه. الأهداف واضحة في ذهنك فتأكد أنك ستصل إليه. وقلت بأن الهدف في هدف المسلم دائما، المسلم مش هدف الإنسان عامة، هدف المسلم لما بيربي أولاده تربية إسلامية هو أن يعمل على أن يكون أولاده قرة عين له في حياته. يعني انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. يعني قرة أعين يعني لما يرى أولاده يعني يفرح بهم ويصر بهم. مش كل ما يرى أولاده يدعو عليهم أو يصاب بالهم والغم نظرا لسلوكياتهم وأعمالهم التي يقومون بها. هذا هو المقصد من قرة الأعين. وبعد وفاته أولاده يكونون صدقة جارية له في الحياة من خلال أعمالهم من خلال سلوكياتهم. الناس حينما يرون أولاده حتى بعد وفاته يدعون للأب بالرحمة ويدعون للأم كذلك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، الله يرحم مثلا من رباك، الله يرحم أباك، الله يرحم أمك، وهكذا. يبقى حتى الأعمال الصالحة التي يقوم بها الأولاد بعد بتكون في ميزان حسنات الآباء. إن الله عز وجل بين ذلك في سورة الطور، قال ربنا سبحانه وتعالى الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ده أنت في جميع الأحوال لما بتجيب واحد يصلي للمسجد بتاخد حسناته، صح ولا لا؟ يعني أو بتاخد يعني أجر مثل أجره، فما بالك لما يكون أولادك؟ يعني أولادك وزوجتك وأحفادك ومن يأتي من بعدهم إذا كانوا صلحاء يعني كلهم يكونون في ميزان حسناتك. فلازم نؤكد على هذه الأهداف حتى نستطيع أن احنا نحقق. يبقى الهدف الأول أن يكون أولادنا قرة عين لنا طالما نحن أحياء. هدف الثاني حتى بعد وفاتنا لا نحرم من الأجر ومن الثواب، وأن يكون أولادنا صدقة جارية لنا. الهدف الثالث وده اللي بنركز عليه باعتبار أن احنا مسلمين في الغرب أو باعتبار أن نحن نعيش في أوروبا، أن وده الهدف ده مهم، لازم انك انت تركز عليه مع اولادك. كلمه الاولاد بتطلق، يعني لما تسمع كلمه الاولاد بعض الناس بينصرف الذهن عنده الى الذكور فقط. لا، كلمه الولد في اللغه تدل على الذكر والايه والانثى، لكن لو قصد الذكر يطلق عليه الابن، الانثى يطلق عليها ايه بنت كمان عم. انما الولد يشمل الايه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالولد بيشمل الاثنين، يعني وكل مولود ولد يعني يشمل الذكر ويشمل الأنثى. فلازم تركز على الهدف الثالث الذي سنقوله الآن في تربيتك لأولادك طالما أنك أنت عايش في إيطاليا أو عايش في دولة أوروبية أخرى أو عايش في دولة غير مسلمة، ألا وهو أن يواصل أولادنا نشر رسالة الإسلام بين غير المسلمين. يبقى احنا اولادك بالنسبه لك يكونون قرة عين لك في حياتك، بعد وفاتك يكونون صدقة جارية لك بعد مماتك. طب وبالنسبه للاسلام، بالنسبه للدين، بالنسبه لحياة المسلمين في الغرب، يبقى يكون عندي هدف ان انا اولادي يكونون سبيل من سبل نشر الاسلام في الدول غير المسلمه. مش معنى انهم هينشروا الاسلام انهم هيخلوا غير المسلمين يدخلوا في الاسلام،
دخلوا أو لم يدخلوا هذا لا يعنينا، إنما على الأقل يبينوا الرسالة الصحيحة والرسالة الحقيقية للإسلام.